والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر. الأهلي هو الكيان. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. إن شاء الله النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا، قضية مهمة جدا هنناقشها مع خبرائنا ورؤساء قطاعات الناشئين في مصر، قضية القيد. اتحاد الكرة المصري قرر يخفض عدد اللاعبين في قوائم الأندية للموسم الجديد. أكيد في أندية هتتضرر وأندية كتير، وفي أندية هتستفيد. إن شاء الله دي قضية مهمة جدا هنناقشها مع رؤساء قطاعات الناشئين، عدد كبير النهاردة هيكون موجود معانا، وأيضا هيكون ضيفي في الجزء الثاني الدكتور عطية السيد أستاذ كرة القدم في جامعة حلوان ورئيس قطاع الناشئين في نادي مصر، وهذه القضية المهمة جدا. قبل ما نروح لأول فقراتنا في برنامج الأشبال، بنبارك طبعا للنادي الأهلي على المباراة الكبيرة اللي لعبها لاعب النادي الأهلي أمام الوداد المغربي. الحمد لله ربنا كرمنا هناك بنتيجة مطمئنة 2-0، ولكن لسه النادي الأهلي ما حسمش عملية الصعود بشكل رسمي. المباراة اللي هتكون إن شاء الله مباراة العودة في استاد القاهرة يوم الجمعة يوم 23 هتكون مباراة صعبة جدا، ودي رسالتي لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، لازم نستعد استعداد قوي زي ما استعدينا للشوط الأول في المغرب. لازم استعداد قوي، واتمنى يكون في معسكر مغلق قبل المباراه يومين كمان من الجهاز الفني علشان يكون في تركيز كبير للعيبه. لازم نشيد بلاعب النادي الاهلي في الشوط الاول والجهاز الفني، كان في تركيز وكان في اصرار وكان في عزيمه وكان في روح الفانيلا الحمراء، علشان كده شفنا الشكل الكبير اللي ظهر بيه النادي الاهلي هناك. لكن الحاجة اللي عجبتني أكتر من ده كله إنها النهاردة النادي الأهلي كان طبعاً الحكم موجه في بعض الكرات، شفناه في كرة محمد الشناوي في ركلة الجزاء، وكمان في الإنذار اللي كان مكتف بيه ديانج في وسط الملعب. النهاردة تعامل لاعبي النادي الأهلي مع عنصر التحكيم، وخاصة إحنا عارفين التحكيم في أفريقيا بيوجه مباراة ويغير سيناريو مباريات كتير، لكن إصرار لاعبي النادي الأهلي تركيزهم خلال 90 دقيقة على إزاي إن أنا أحسب الأمور بإيدي أنا، ده كان شيء مهم جدا. لازم أشيد بلاعبي النادي الأهلي، لازم أشيد بمحمد الشناوي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وهاني وعلي معلول، لازم النهاردة بديانج وحمدي فتحي. وأنا حابب أقول اللعيبة علشان هم زي ما احنا النهاردة اللعيبة بتفرحنا كجمهور وبتطلع أقصى جهد عندها، لازم نشيد بيهم. بس مش عايز انسى حته المباراه القادمه. المباراه القادمه مباراه صعبه، فريق الوداد فريق هيجي لك مصر مش باكي على حاجه بلغه الكوره، النهارده فريق خسران على ملعبه 2، النهارده هيجي ويهاجمك في مصر، لازم يكون عندي استعداد ذهني وتحضير كبير من اللعيبه.
مش عايزين نبص للمباراة النهائية وإحنا لسه عندنا مباراة هي الأهم وهي الأصعب، هي مباراة الوداد. وأيضا عايز أقول رسالة مهمة لعيب الأهلي. نادي الأهلي ما بيفرحش بمكسب مباراة. النادي الأهلي ما بيكسبش بالصعود للدور الثاني. النادي الأهلي ما بيفرحش غير في حالة واحدة بس، لما بنرفع الكاس. ده اللي احنا اتعودنا عليه وده اللي احنا اتربينا عليه في النادي الأهلي. احنا لسه في نهاية السبق وفي نهاية المشوار، يستلزم من اللعيبة كلها لازم التركيز، لازم الإصرار، لازم الإخلاص، لازم إنكار الذات. عجبني كمان الدكة من بره، كابتن وليد سليمان، محمود كهربا، علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد فتحي، كل اللاعبين اللي كانوا خارج يعني التشكيلة الرئيسية أو ما شاركوش في المباراة، روحهم وإصرارهم، روح الجماعية، هو ده دايما اللي بيميز النادي الأهلي، هو ده اللي بيجيب البطولة. دايما الدكة قبل الناس اللي في الملعب، قبل الناس اللي بتشارك أساسية، هو ده دايما اللي بيجيب المكسب في النادي الأهلي، وهو ده اللي بيجيب البطولات. علشان كده بفكر لعيب النادي الأهلي كل ما يكون في نهاية المشوار أو السبق بيقرب، لازم إخلاص أكتر، ولازم إنكار للذات أكتر، ولازم أنا كلاعب كرة حياتي الشخصية خارج الملعب أهتم بيها أكتر. النهاردة لا قدر الله تحمل المسؤولية دي مهم جدا. النهاردة لا قدر الله لو عيب أصيب بكورونا بيفرق أنا معايا كنادي وكفريق. فلازم النهاردة عليا مسؤولية كبيرة جدا خارج الملعب قبل داخل الملعب. وكل إن شاء الله دعواتنا وأمنياتنا كجمهور النادي الأهلي للعيب النادي الأهلي بالتوفيق خلال الفترة الجاية. هنروح لأول فقرات برنامج الأشبال، هنشوف أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. وهنبتديها مع شباب الأهلي. شباب الأهلي يفوز على وادي دجلة بثلاثية وديا. شباب الأهلي يفوز على وادي دجلة بثلاثية وديا. أهداف المباراة زياد طارق وأحمد عبد القادر وعبد الرحمن أشرف مانو. معتز إينو المدرب العام لفريق 2001 استفدنا بشكل كبير من معسكر الإسماعيلية. منتخب الشباب يفوز على الديوانية العراقي 3-2، سجل الأهداف محمد شحاتة ومحمود عبد المحسن ومحمد المغربي مدافع النادي الأهلي. حسام أشرف يعود لتدريبات منتخب الشباب وغياب حازم هاني مدافع المنصورة. منتخب الشباب يواجه بلبيس وديا الأربعاء. النني يتكفل زي ما احنا شايفين صورة الكابتن ربيع ياسين والاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا. طبعا الكابتن ربيع ياسين استعدادات المنتخب على قدم وساق. النهاردة في طبعا في تونس، النهاردة رئيس الوزراء التونسي، النهاردة في فرض حظر تجوال في تونس عشان انتشار فيروس كورونا. لكن استعدادات المنتخب على قدم وساق. الكابتن ربيع ياسين قال للعيبة وقال للجهاز الفني احنا مستعدين علشان البطولة إن شاء الله في 9 نوفمبر. النهاردة لما اتحاد شمال أفريقيا أو الاتحاد الأفريقي يبعت جواب رسمي للاتحاد المصري على أساسه نتحرك، سواء بالتأجيل أو سواء بنقل التصفيات إلى دولة أخرى، لكن إحنا مستعدين. وده شيء جيد من كابتن ربيع ياسين. النهاردة لازم يكون في تكثيف لعدد المباريات الودية خلال الفترة القادمة، وأتمنى كمان يكون في مباريات قوية. طبعا إحنا الفترة اللي فاتت انشغال الفرق بالدوري الممتاز، بالقسم الثاني، بالقسم الثالث، فالكابتن ربيع ياسين زي ما بيقولوا يعني بيتمنى اقامه مباراه وديه قويه تكون استعداد قوي ان شاء الله للتصفيات اللي هتكون في تونس. بالمناسبه هيكون موجود في البطوله دي مصر وتونس والجزائر والمغرب. فرصنا ان شاء الله فرص كبيره، خاصه الفرقتين هيصعدوا ان شاء الله لتصفيات كاس الامم الافريقيه. كل الدعوات ان شاء الله للكابتن ربيع ياسين والجهاز الفني. هنروح للخبر اللي بعد كده، وده خبر من الأخبار الجيدة. محمد النني لاعب الأرسنال. محمد النني لاعب الأرسنال يتكفل بعلاج ناشئ بلدية المحلة. طبعا احنا عارفين محمد النني أصوله من بلدية المحلة، وأصوله من المحلة. النهاردة اللاعب أحمد السعداني ناشئ المحلة، بنتمنى له كل الشفاء إن شاء الله بعد تعرضه لجلطة في المخ أدت لتوقف الجانب الأيسر. النهارده دور محمد النني، تكفل بعلاج اللاعب كاملا. احمد السعداني موجود في مستشفى المعلمين.
محمد النني بيتكفل بكافة الإجراءات والفحوصات كلها إن شاء الله لما اللعيب يرجع لنا بألف سلامة. ومن هنا بنقول لأحمد السعداني إن شاء الله ترجع لنا بسرعة للملاعب ونشوفك مرة أخرى في ملاعب الناشئين مرة أخرى بعد الفاصل وقضية القيد، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. أول قضايانا النهاردة في برنامج الأشبال قضية القيد، دي من القضايا المهمة جدا اللي بتعاني منها الأندية في الوقت الحالي. دايما عشان بتخطط للكرة المصرية لازم بخطط لأربع وخمس سنين قدام، ما اصحاش النهاردة أقول ده أنا عندي فكرة النهاردة جميلة وفكرة حلوة، ممكن نقلل عدد اللاعبين، نقلل عدد اللاعبين، نخلي مثلا ال 99 25 لاعب. طيب السنة اللي فاتت كانوا 30 لاعب، النهاردة أو الفكرة اللي جات لي 25 لاعب على أساس إيه؟ حضرتك النهاردة عشان بتقول فكرة أو عايز تخطط لازم الأول أستعين بأصحاب الرأي أو زي ما بيقولوا اللي في المطبخ، يعني لازم أجيب رؤساء قطاعات الناشئين وأعمل ورشة عمل كبيرة، والنهاردة أسمع الآراء. ممكن يبقى رئيس قطاع الناشئين عنده رؤية مختلفة عني أنا كاتحاد كورة أو كمسؤول في اتحاد الكورة. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي شؤون اللاعبين، عدد اللاعبين المقيدين. اول حاجه عايز اقف عند مواليد 99 وهي 25 لاعب. طيب حضرتك النهارده عارف كمسؤول في اتحاد الكوره ان مواليد 99 النهارده ما يقدرش فريق يأيد ال 25 لاعب؟ بمعنى يعني النهارده فريق زي النادي الاهلي مثلا علشان يأيد اللاعبين في 99 فريق الشباب لازم يقفل القائمه عند مثلا 22 لاعب ويسيب ثلاث أماكن متاحة. النهاردة في فترة الانتقالات ممكن النادي الأهلي يشتري لاعب في الصيف أو في الشتاء، النهاردة لاعب تحت السن هيتأيد فين؟ بيتأيد تحت. تاني حاجة النهاردة اللعيبة المعارة اللي بيتم إعارتها للأندية الأخرى بتتأيد عندك. النهاردة الفريق الأول مثلا بيستعين بثلاث أربع لاعبين، وفي أندية كتير بتستعين بسبعة أو ثمانية. النهاردة ممكن فريق الشباب في أي نادي تلاقي النهارده النادي ما وصلش او الفريق ده ما وصلش لقائمه ممكن يلعب بها مباراه. انا بقول لحضراتكم ده مشكله من ضمن المشاكل الكبيره. النهارده علشان لما يكون عندك او بتخطط لقاعده الناشئين او البراعم لازم يكون عندك الهرم من تحت القاعده كبيره. القاعده بتاعت الرياضه المصريه هي البراعم، البراعم بدايه من 2011 هيلعب مسابقه السنه دي، 2011 و2010 و2009 و2008. النهارده لما يتم تقليل عدد اللاعبين في القاعده ل 40 لاعب و35 لاعب، طب النهارده اللعيبه اللي الانديه اللي كان عندها عدد كبير من اللاعبين وعندها الف وعندها ب وعندها ج، النهارده اللعيبه دي هتروح فين؟ ومصيرها ايه؟ النهارده بعد تقليل عدد اللاعبين. دي قضيه مهمه، وانا كنت اتمنى المسؤولين في اتحاد الكوره عشان بتناقش لحاجه تخطيط للكره المصريه، وده شيء جيد انك بتخطط، لكن النهارده لازم تستعين بالخبراء، لازم تستعين برؤساء قطاعات الناشئين. لازم تستعين بأصحاب الخبرة في هذا الأمر اللي بقالهم سنين في قطاعات الناشئين. النهاردة هنروح لتقرير دلوقتي، يعني لواحد أنا بعتبره من أبو الأشبال، رأيه مهم جدا في إنبي على مدار سنين طلع أجيال لمنتخب مصر الناشئين والشباب والأولمبي والمنتخب الأول وكمان للفريق الأول. هو دلوقتي في رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، بتمنى له كل التوفيق ودايما اراءه مهمه. كابتن امام محمدين، نروح كاميرا الاشبال كانت موجوده معاه وكان عندنا تقرير مهم مع كابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين في اتحاد السكندري ورايه عن موضوع القيد في الموسم الجديد. اولا برحب بزياراتكم الكريمه لنادي الاتحاد في شخصي، وبتقدم بالتهنئه طبعا للنادي الاهلي فوزه على الوداد امس ووصوله ان شاء الله للمباراه النهائيه، ونتمنى له كل التوفيق. احنا في نادي الاتحاد تعاقدت من حوالي ثلاث شهور لنادي الاتحاد، عايزين نعمل طفره رياضيه نهتم بالناشئين في نادي الاتحاد وفي اسكندريه. الحقيقه قمنا بمجهود كبير في اكتشاف لعيبه وفي استخدام لعيبه كتر من هنا، مراكز الشباب، انديه محيطه بينا، ولاد النادي السابقين، لعيبه اللي موجوده، وعملنا فرز كامل وتقدر تقول ان احنا ان شاء الله هنظهر بثوب جديد وبشكل مميز لنادي الاتحاد في السنوات اللي جايه ان شاء الله. الاتحاد اسكندري الحقيقه كان من الانديه السباقه في احتواء ازمه كورونا،
عمل جميع الإجراءات الاحترازية أستاذ محمد بن صالحي ومجلسه، ووفر أكثر من بوابة على مستوى النادي هنا في المدخل وعلى مدخل الجماهير واللاعبين. عندنا ثلاث مداخل للملعب، كنا بندخل لعيبة وبنشتغل بيهم عشرات كده، يعني 10 10 10 في 4 اركان الملعب فترة الأولانية في الإعداد وفي التقييم. ما كانش في مجال للاختبارات وتقييم لعيبة جدد، لكن كنا بنستقطب بعض العناصر من خلال وسطاء وكشافين ومدربين زملاء. الحقيقة عملنا حاجة كويسة، لكن بالنسبة للمستقبل والمسابقات الجمهورية أو مسابقات الناشئين، يمكن مسابقات المنطقة معروفة والأندية قادرة تتفاعل معها والمناطق والفروع هتقدر تقوم بدورها. احنا بنبني لنادي الاتحاد قاعدة ناشئين من سن 7 سنين لغاية 20 سنة، لكن ما اقدرش انكر دور زمايلي واخواتي اللي سبقوني في العمل. الحقيقة جيت استلمت يمكن عمل طيب وقطاع مميز، خاصة الناشئين والاشبال والبرايم. ممكن الشباب ظلموا شوية في صور اعدادهم، لكن انا بكمل وان شاء الله بوعد جمهور اسكندرية وجمهور الاتحاد خاصة ان احنا هنقدم حاجة كبيرة لنادي الاتحاد وهنقدم لمصر من خلال نادي الاتحاد عناصر تخدم المنتخب زي ما الاتحاد عودنا على مدار سنواته، يعني انه بيه لعيبة في منتخبات زي العظام القدامة شحتة بوبو الجارم عادل بابلي، كل اسماء العظيمة اللي لعبت منتخبات. ان شاء الله احنا هنقدم عناصر اخرى تسري العمل الرياضي في مصر باذن الله. كابتن إمام محمدين اسم كبير ومكسب كبير لنادي الاتحاد السكندري وصفقة مهمة جدا أبرمها حاج محمد مصلحي علشان تخطط صح، ما تبدأش من الفريق الأول، ابدأ من تحت، وده يعني التخطيط السليم اللي بيعمله الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، يعني أنه يتعاقد مع كابتن إمام محمدين اللي صنع طفرة كبيرة على مدار 20 سنة في نادي إنبي. النهاردة إن شاء الله بنتمنى له كل التوفيق في نادي الاتحاد السكندري، وقادر ان شاء الله يصنع اجيال كبيره في نادي الاتحاد السكندري ويحطه على الطريق السليم، ونشوف الاتحاد السكندري ان شاء الله بينافس في الدوري وينافس في الكاس وينافس مره اخرى في البطولات الافريقيه ويكون موجود ايضا في البطوله العربيه. كل التوفيق لاولادنا داخل الاتحاد السكندري. نروح ايضا لراي مهم مع كابتن جميل فتحي رئيس قطاع الناشئين بنادي القناه ورايه عن موضوع القيد في الموسم الجديد. مجلس الاداره بتاعنا موفر لنا كل طلباتنا كقطاع الناشئين، رايحين عاملين معسكر بفريق الامل دون في اسكندريه الاسبوع الجاي. عندنا عدد من اللعيبه بتتمرن مع الفريق الاول من قطاع الناشئين، 9 لاعبين من قطاع الناشئين، في منهم 3 لعيبه بيشتركوا بصفه اساسيه باستمرار. فالحمد لله الناتج في قطاع الناشئين، الحمد لله الناتج، الحمد لله احنا راضيين عنه. النهارده احنا بنلعب النادي الاهلي، معظم اللعيبه اللي كانت بتلعب النهارده عندك من 2004 2003 2002 2001، يعني اللعيبه اللي كانت بتلعب النهارده دي كلها مواليد ده فريق الامل بتاع النادي. فالاعمار السنيه زي ما حضرتك شايف عندك من 14 و15 و16 و17 و18 سنه، كوكتيل من المراحل السنيه بتوع النادي. والحمد لله احنا راضيين على اداء بتاعهم، احنا برضه بنلعب الاهلي ودول مراحل سنيه صغيره بتلعب، لعيبه مبشره عندنا في النادي، وبنتمنى لهم ان شاء الله ان ربنا يكرمهم الفتره الجايه دي. احنا اللي بيقابلنا طبعا نوع المسابقه اللي احنا بنلعب فيها، يعني انت لما تيجي تقول لي تلعب مسابقه في تبع محافظه اسماعيليه 5 6 انديه، بقى انا هشتغل سنه كامله عشان العب بخمس ست انديه؟ فبنطالب زي ما الدوري الممتاز ليه دوري جمهوريه، بنطالب ان الدوري بتاعنا يبقى فيه القسم الثاني ليه دوري جمهوريه. دي مشكله بتقابلنا، لان احنا قطاع ناشئين في نادي القناه بنصرف وبنكلف، مش يعني معلش مع احترامي يعني في اسماعيليه قناه واسماعيلي، بقيه الانديه الناس برضو على قد مواردها، انما ما يقدرش يروح يلعب في بورسعيد، ما يقدرش يلعب في الصعيد، ما يقدرش يلعب في مصر، ليه؟ الامكانيات الماديه عندهم ما تساعدوش. طب ليه ما تساعدنيش انا كنادي قناه، انا فرقتي درجه اولى بيه، العب دوري مرتبط زي الدوري الجمهوريه، وانا كنت بلعب في دوري الجمهوريه قبل كده وانا في درجه اولى بيه،
بامكانياتي وطالع رابع في سنه من السنين وسنه واخد تاني بعد انبي. فالحمد لله احنا عندنا قطاع محترم بيقدر يعمل نتائج كويسه. فدي برضو من المساوئ اللي احنا بتقابلنا المسابقه، نوع المسابقه اللي احنا بنلعب فيها. الشيء الثاني فوجئنا ان القوائم دلوقتي بيتكلموا في مدرسه الكوره ان القوائم 25 و35 و30 و40. عمر مدرسه الكوره في تاريخ الكوره في مصر ما تحدد القوائم بتاع الناشئين بتاعت البراعم، لان البراعم ده حضرتك انت لو شايف كام برعم في الملعب دلوقتي، يعني انا تقول لي مسابقه قايد فيها 40 لعيب من دول، افرض فيهم كلهم مواهب، طب المواهب دي تروح فين تقعد فين؟ انما لازم اعمل قاعده تحت كبيره عشان لما اطلع للقطاع ابقى طالع مثلا معايا 50 60 لعيب يصفوا على 20 25. انما لما تيجي تعمل لي قائمه فيها 25 لعيب في البرعم، اما تيجي الولد سنه 13 سنه هو عنده 25 لعيب، اما تيجي تصفيهم هتصف على 7 8 لعيبه كويسه عشان تقيمهم. كلام مهم جدا من كابتن جميل فتحي رئيس قطاع الناشئين في نادي القناه. كابتن جميل فتح قضيتين مهمتين جدا. القضيه الاولى النهارده نادي القناه في القسم الثاني، النهارده بيقول في منطقه الاسماعيليه عندك 5 فرق، هل النهارده استعد موسم كامل علشان الولاد تلعب امام 5 فرق؟ هل النهارده دي بطوله قويه تفرز عن لاعب يخرج لمنتخب مصر سواء الناشئين او شباب اولمبي او للفريق الاول في ناديه؟ النهارده دي قضيه مهمه جدا. على سبيل المثال ايضا نادي مصر اللي هيكون معاه الدكتور عطيه السيد النهارده، نادي مصر كان في الدوري الممتاز، كان بيلعب السنه اللي فاتت في دوري الجمهوريه، بالمناسبه ترتيبه كان في المركز الرابع، السنه اللي جايه هينزل في القسم الثاني. طب ليه النهارده انا اظلم قطاع الناشئين بالكامل؟ ليه النهارده اقتل طموح مدربين كانت بتشتغل في النور وكان عندها الاصرار والعزيمه انها تطلع مواهب، وكمان مدرب يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره يعني يظهر نفسه على الساحه الرياضيه. النهارده دي قضيه مهمه علشان نقدر نخطط. اتمنى او كنت اتمنى من اتحاد الكوره او من اللجنه الخماسيه او القائمين في اتحاد الكوره على موضوع الناشئين والبراعم، النهارده لازم كنت تقعد مع رؤساء قطاعات الناشئين في مصر بالكامل عشان تقدر تخطط تخطيط مظبوط. النهارده كلام الكابتن جميل كلام مهم جدا. القضية الثانية هي موضوع القيد، وموضوع القيد في البراعم. ازاي النهارده يبقى عندي عدد اللاعبين في البراعم 40 لاعب؟ النهارده عدد قليل جدا. اللاعيبة اللي في النادي الاهلي هيتم الاستغناء عنهم، هيروحوا فين؟ هل النهارده الاندية كلها متضررة؟ بالطبع الاندية كلها متضررة. ممكن زي ما اقول لحضراتكم نادي او اتنين بس اللي يستفيدوا، طب ده في صالح مين؟ بالمناسبة جالنا مداخلات كتير وجالنا مكالمات كتير في شأن هذه القضية. الحاجة بقى التانية والحاجة الأهم وهقول لحضراتكم عليها، القيد كان السنة اللي فاتت أول أسبوع من أول كل شهر. بمعنى أنا النهاردة مثلا كالنادي الأهلي عندي مثلا لاعب كويس في 2009 جالي النهاردة، السنة دي القيد ابتدى من 10/10 ل 4/11، دي القايمة الأولى. القايمة الإضافية التانية من 4/11 ل 15/11. طيب القايمة الإضافية الثانية أو القيد في الشتاء هيبقى من 15/2 ل 15/3. السنة اللي فاتت كان في نظام جيد ونظام في صالح البراعم والناشئين. اللعيب الكويس النهارده النادي الأهلي اكتشف لاعب كويس مثلا في الصعيد في مواليد 2009. النهارده ما يستناش من شهر 11 و12 و1 و2 عشان ابدا اسجله ويبدا يشارك مع اللاعبين، لا النهارده كان متاح كل اسبوع من كل شهر، النهارده يتم تسجيل اللاعب، ده كان شيء جيد في صالح الانديه وقبلهم في صالح اللاعبين، النهارده كنت تقدر تكتشف مواهب. الحاجه الثانيه النهارده انا بتكلم عن النادي الاهلي كمثال واحنا في النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده الف، عنده ب، عنده جيم. في ب ممكن تلعب اكاديميات النادي الاهلي باسم ب. بيدي مشاركة أكتر ومساحة أكتر للاعبين المميزين إنها تشارك. اللاعب لما بيشارك بيقدر يكتشف نفسه، يقدر مستواه يتطور، ينتقل من ب المستوى ب للمستوى ألف. النهاردة أنت لغيت ب ولغيت جيم فبقى ألف بس، العناصر المميزة فقط. النهاردة بدل ما ننشر اللعبة وتبقى عندك المساحة كبيرة، أنت النهاردة بدأت تقلل. طب ده في صالح مين؟ علشان كده أرجع وأقول
لازم نعيد التخطيط مرة أخرى. عندنا أيضا لقاء مهم مع الكابتن علي سليم المدير التنفيذي لمنطقة الإسماعيلية، نشوف رأيه في موضوع القيد. نرجع لحضراتكم تاني. عدد اللعيبة تم تخفيضها بالنسبة للمسابقات الصغيرة اللي هي البراعم دي، قللوا عدد لأن كان العدد مفتوح وكان عدد كبير وكان بيتسجل عدد كبير. وبصراحة أنا عن نفسي أو يعني كفي المنطقة هنا ده من القرارات الكويسة اللي هي خدها الاتحاد على أساس ما يجيش النادي يخزن عنده لعيبة وما تلعبش في حته تانية، يبقى نادي كل همه لعيبه. زائد بقى الزياده اللي حصلت بقى في مصيف عامه في الكوره عندنا، حكايه اللي هو السماسره والناس اللي بتاجر انديه ومش عارف ايه عشان يكسب منها مادي ويربح اللي هو عايزه في سبيل ان هو يسجل عدد لعيبه. فده دي مبدا حاجه كويسه بحيث ان هو اللعيب مثلا ممكن انا مستوايا ما يأهلنيش مثلا العب في الاسماعيلي، لكن مستوايا اني العب في كنال، العب في الكهرباء، العب دي انديه الاسماعيليه يعني، في الشهداء، المراكز الشباب. فده بيدي فرصه للعيب اللي هو ما يلعبش يلعب في الانديه دي، مش لازم يبقى الاسماعيلي هو اللي لامم العدد المهول ده اللي احنا عارفينه. بالنسبه من الانديه ما حدش اعترض على حاجه، وطبعا احنا لسه في بدايه الموسم يعني، لسه الانديه بدات تسجل الاسبوع السبت اللي فات، يوم السبت اللي فات لسه بدا اللعيبه القدامى هم اللي بيشوفوا مين اللي عايزينه ومين اللي مش عايزينه. فما حدش يعني ترول نفسه ان هو يفكر في حكايه العدد ديت دلوقتي. يمكن اللي بيفكر دلوقتي اللي بيسالونا احنا بقى، الناس اللي بقول لحضرتك عليهم، الناس اللي هي بتيجي مثلا الموضه اللي ماشيه دلوقتي تاني في القاهره برضو اكتر كمان، بييجوا يتاجروا مسابقه من نادي في سبيل ان هو بيربح منها. فدول هم اللي بقى تعبانين دلوقتي، يقول لك طب احنا هنعمل ايه مش هنعمل ايه. فهو يعني بيبص لها ناحيه ماديه مش ناحيه فنيه. احنا هنا بنسمع الراي والراي الاخر. طبعا راي الكابتن علي سليم المدير التنفيذي لنادي الاسماعيلية مختلف عن اراء التقرير اللي احنا عملناه قبل كده أو المداخلات إن شاء الله هنعملها. لكن معانا برضو رأي مهم جدا، كابتن علاء نبيل مدير قطاع الناشئين في نادي زد. تحياتي ليك كابتن علاء. ألو كابتن علاء. أيوة كابتن أسامة، إزيك؟ إزاي حضرتك، أخبارك إيه؟ الحمد لله والله. مبروك للنادي الأهلي وصعوده إن شاء الله بإذن الله بعد المباراة الثانية في القاهرة بإذن الله. الله يبارك فيك يا كابتن، وأتمنى لك إن شاء الله التوفيق في المهمة الجديدة رئيس قطاع الناشئين في نادي زد. الله يخليك يا اسلام، الله يخليك حبيبي، الله يبارك لك. كونتوا الفرق خلاص يا كابتن علاء؟ على صدى خلاص، على يعني بتكون الفرق، وعلى اول الشهر ان شاء الله تكون الامور كلها وضحت، لان طبعا الاوراق والمشاكل الاداريه مش هتبان الا بعد كل المدارس والجامعات، على اساس نتاكد من صحه الاوراق من اللعيبه، وفي بعض اللعيبه مابقاش اوراقها مظبوطه. تمام. فبدانا بقى المدارس دخلت والجامعات، فان شاء الله في خلال اسبوع تكون استقرينا ان شاء الله. كونتوا كل الاعمار السنيه في نادي زد ولا لسه في فرق ما تكونتش؟ لا انا عندي 2001 2003 2005 6 7 8 9 10 11 يعني ما فيش فريق للشباب مواليد 99؟ لا في، لا لسه. راي كابتن علاء نبيل، وطبعا راي كابتن علاء دايما مهم، في قضيه القيد في الموسم الجديد ايه بالنسبه للاعداد؟ بالنسبه للاعداد طبعا والله يا كابتن اسامه، انا شايف اللي هو قرار صائب جدا. قرار يصب في مصلحه الكره المصريه، لان احنا النهارده الاعداد اللي بتقيد الانديه اعداد غير طبيعيه. انا اقول لك حاجه، انا لما كنت في المقاولين من ثلاث سنين انا كنت مقيد 800 واحد في قطاع به، 800 واحد ما شاء الله، 800 800 في جميع المراحل السنيه. وحصلت مشاكل واولياء الامور يقول لك انا بدفع وابني ما يلعبش ليه وما بيلعبش ليه، ووضع طبيعي لو راجل بيدفع عايز يشوف ابنه بيلعب. طبعا. تمام؟ نعم بتخش في مكاسب ماديه للنادي، لكن بامانه كناحيه فنيه لا، لان يعني هو لو كان كويس كان اتاخد. كان اتاخد لالف وكان لاعب وكنت تهتم بيه والحاجات دي كلها. فهو الموضوع مادي من الدرجه الاولى، مكاسب ماديه. الحاجه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها، انت النهارده حتى لما يجي لك المواهب وزعها على الانديه،
بالشرط الاهلي والزمالك والمقاولين وانبي يعني ياخدوا كل حاجه، لا يعني وزع الانديه وليه الامر لما الاقي ابنه عنده موهبه وما فيش في المقاولين هياخده يروح الداخليه، هيروح يروح الجيش، هياخده يروح البروجيكت، هيروح هيوزع على 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 فرق مصر كلها وعلى انديه مصر كلها. هتلاقي المسابقات في تنافس شديد. تمام. تيجي تقول على مستوى المنافسات هتلاقي هم الاربع انديه اللي بقول لك عليهم دول هي المنافسات بتاعتهم. المقاولين واهلي وامبي وزمالك. غير كده مش موجودين على الساحه. طب وبعدين؟ واخد بالك؟ فانا شايف ان الاعداد دي لصالح الكره المصريه بصراحه. كابتن علاء نبيل قبل ما يصدروا قرار ممكن خدوا رايه ولا ما خدوش راي حضرتك يا كابتن علاء؟ والله لا خدوا راي. خدوا راي حضرتك. خدوا راي وقلت لله. صعب جدا ان الانديه العادات اللي عندنا مواهب كويسه. خدوا راي حضرتك على المستوى الشخصي ولا كان في اجتماع في اتحاد الكوره؟ لا لا مع رؤساء قطاعات الناشئين. لا, لا, لا كانت قاعده كده وديه. قاعده وديه. قاعده وديه لكن كمستوى على مستوى قاعده الناشئين لا ما فيش. ما تقدرش تعمل كده. ليه؟ ده قرار اللجنه الخماسيه اللي خدته ونفذته. لان طبعا حتى المسابقات يا كابتن اسامه المسابقات بتبقى دون المستوى. يعني لما تركز انت في 30 لعيب النهارده او 35 لعيب. طب انا عندي في زد، انا عندي في زد مثلا، انا عندي مثلا 2010. تمام. الالمان قالوا اللي بتلعب 6 جون يبقى عندك 7 لعيبه، يبقى الماكسيم بتاعك 16 لعيب. تمام. عشان يبقى التركيز ثلاث فرق. عشان كده يبقى التركيز على هذه المجموعه. واخد بالك؟ خلينا نبقى صراحة، يعني ليه عمالين نلف وندور؟ بعض الانديه بتحتاج الماده في سبيل ان هي تأيد. هو بس بيستغل اللي ولي الامر عايز مثلا ابنه يطلع له كارنيه باسم نادي فلاني. تمام. عشان يبقى هو لما يروح اي حته على كده يقول له ابني كان بيلعب في نادي الفلاني واهو الكارنيه بتاعه اهو. ادي واحد. الحاجه الثانيه ان الانديه بتستغل هذا في الدخل المادي. دي بقول لك في دخل بيخش لي. نمره ثلاثه الانديه بتبقى فيها حته المجامله بالنسبه للاعضاء. يقول لك انا عضو في النادي ومن حقي ابني يلعب كوره، فطبعا دي بالنسبه له بتبقى منفذ ليه اللي هو يرضي العضو وفي نفس الوقت هو ابنه موجود ما فيش مشكله ولا بيتحاسب ولا بتاع. طيب راي حضرتك كابتن علاء في عمليه القيد؟ كان القيد السنه اللي فاتت وحضرتك كنت موجود في رئيس قطاع الناشئين في نادي المقاولين كان اول اسبوع من كل شهر. النهارده بقى خلاص في القيد في الاول في بدايه الموسم وبعد كده في القيد الشتوي من 15/2 ل 15/3. ما انت طول ما قللت العدد انت هو كان في اول كل شهر ليه؟ عشان عندك اعداد كبيره. لقيت حد كويس واخد بالك بتروح هاته او غيره مثلا من نادي ثاني. لكن هو طبعا وضع طبيعي ان انت قللت العدد فانت خلاص استقريت على المجموعه دي. بتشتغل معاك انت المجموعه دي. بص احنا في شهر كام دلوقتي؟ احنا في شهر 10. شهر 10 سوري. يعني اي مسابقه مش هتبتدي قبل 2011 باي حال من الاحوال بعد القيد ما ينتهي طبعا. فانت بتتكلم النهارده القيد الثاني في شهر كام؟ شهر 2. شهر 2 يعني عندك شهر 12 وعندك شهر 1. شهرين ما انتش قادر تستحمل فيهم. اللي هيجرى في خلال الشهرين دول اللي الدنيا تتقلب وانت بقى عندك لعيبه عايز تستغله. طب ما انت عندك السنه كلها. واخد بالك؟ فالموضوع قريب بس هو طبعا في ناس المصطلحات والتغيير ما عندها لهم شويه قلق يعني. لكن بيجي تفكر بقى بعقلانيه. عندك شهرين وبعد كده عيد اللي انت عايزه في شهر 2. يعني اذا النهارده كابتن علاء نادي زد يعتبر من اكبر المستفيدين من عمليه القيد في الموسم الجديد. لعلمك انا ما استغلتش ولا واحد من اي لعيب لعب في اي نادي. انا جالي فوق ال 5000 لعيب ولا واحد بيلعب في اي نادي. عشان ما حدش يقول اللي احنا استفدنا. احنا ما استفدناش. انا جالي ناس. انا كان الكابتن هشام حنفي قاعد جنبي في الاختبارات. احنا جالنا مستويات. هشام بيقول لي ما جاتليش في النادي الاهلي. ما جاتليناش في النادي الاهلي لما كان موجود في النادي الاهلي. تمام. فاحنا جالنا مستويات. احنا يعني دي يعني يا كابتن اسامه دي دراسه اللي فيه. تمام. مواهب كتيره جدا موجوده واخد بالك وكتيره. وجت وناس جات لنا ناس من اسوان وجات لنا ناس من الاقصر وجات لنا ناس من مرسى مطروح. انا ما خدتش ولا لعيب مقيد من اي نادي ولا. تمام. واحد طلبت منه استغنى عشان يجي ولا. واحد النادي قال له عايز تمشي هات مش عارف ايه ولا واحد. انا كل ده
باسم النادي او باسم الناس اللي موجوده والاستاذ سامي الكلام. واحنا دايما عايزين القرارات دايما تكون في صالح الناشئين والاشبال والبراعم. كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، كل التوفيق ان شاء الله ليك خلال الفتره القادمه. ايضا نروح برضو لراي مهم، وراي يعني واحد من خبرائنا عنده خبرات كبيره، وهو دلوقتي يعني مدير قطاع الاكاديميات في النادي الاهلي، كابتن عبد المنعم شطه. تحياتي ليك يا كابتن شطه. اهلا كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا كابتن. الله يخليك يا اسامه. راي حضرتك في نظام القيد في الموسم الجديد، خاصه النهارده اكاديميات النادي الاهلي كانت بتلعب في مسابقه ب، النهارده مش موجود مسابقه ب ولا ج، موجود مسابقه الف بس. الله يا اسامه، احنا كلنا في حيره بصراحه، يعني رغم انه كل اولياء الامور وكل اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا المتميزين اللي كنا حاطينهم مصنفين كان عندهم امل لانه يلعبوا برضه ايه في الدوري بيه، لكن فجاه انت تلغي السيستم بين يوم وليله. يعني انا بعتقد انه ده خطا جسيم، انت يجب ان عشان تحاول تغير السيستم بسيستم اخر يجب ان يكون هناك في فتره سماح، انك انت تتدرج تقول مثلا والله بعد موسمين بعد ثلاث مواسم هنعمل كذا 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 عشان كل واحد يعمل حسابه. انا دلوقتي عندي اكثر من 200 لعيب 200 لعيب يعني يقدروا يلعبوا في قطاعات الناشئين على مختلف، يعني في النادي الاهلي او في اي نادي اخر، يعني هؤلاء اللاعبين مؤسسين تاسيس جيد، واحنا ان شاء الله هنركز عليهم برضه كمان عشان ما نفقدهمش. لكن اللائحه الاكاديميه على حسب ما انا قريتها معموله سنه 2018 بتقول لك انك انت من حقك تأيد لاعبين في الاكاديميات، ولكن من حق كل لاعب مخير في الاكاديميه انه يمشي باي لحظه عايزها، عشان هذا اللاعب صح انه ايه لاعب بيدفع فلوس عشان 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 يلعب. انا حقيقه انا احترمت القرار ده، لانه حقيقه الكابتن محمد فضل ناقشته فيه قلت له صح، انا حرام ان انا اللاعب يديني فلوس وكمان انا اخنقه وايده، لكن اديني بقى طيب مساحه ان انا عشان انا هرخص الاكاديميه بتاعتي وهدفع مبلغ للاتحاد مقابل هذه الرخصه لازم تديني امتياز. ما هو الامتياز اللي تديهولي؟ هي رد عليا برضه رد، يعني قال لي احنا هنحاول نعمل دوري للاكاديميات ودوري على مستوى الجمهوريه للانديه المرخصه او للاكاديميات المرخصه. قلت له طيب الاكاديميات المرخصه دي انا هايد اللعيب عشان العب بيه في الاكاديميه تمام، وبتقول لي في كل في اي لحظه من اللحظات انك مش من حقك انك انت تمنعه انه يروح يتأيد في مكان اخر سواء قطاع ناشئين او اكاديميه في اي نادي اخر. انا هنا محتار الحقيقه، لانه هذه البنود اللي موجوده متناقضه تماما. هي قالوا انه هيعدلوا في اللائحه، ويجب على الاتحاد المصري لكره القدم حقيقه انه يشوف حل للعيبه المتميزه اللي في الاكاديميات ان انا اقدر ان انا العبها دوري. بتحايل يا كابتن اسامه دلوقتي، بتحايل ان انا اروح لنادي ادفع له فلوس يسجل لي هؤلاء اللاعبين. هل هذا يرضي اتحاد كره القدم ان انا اخلق تجاره سوق سوداء للانديه انها تشتري من الاكاديميات عشان تلاعب هؤلاء اللاعبين وتسجله تدفع لها فلوس؟ وده كلام طبعا شائع دلوقتي على الوسط الرياضي. قولا واحدا يا كابتن شطه، القرار ده مع الانديه ولا ضد الانديه؟ قرار اللي هو بتاع القيد تعيد لاعبين يلعبوا باسم نادي تاني؟ بتاع تقليل عدد اللاعبين في القوائم وكمان تلعب باسم نادي تاني. طبعا يا اسامه ده ده, ده 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 خطا جسيم جدا، انه القاعده طول عمرها قاعدة عريضة، صحيح قال لك انه مقابل اللعيب بتخنقه وبتأيد 300 ولا 400 ولا 500 ولا 600 لعيب في البراعم او في مدرسة الكورة، فبالتالي انت بتحرم اندية ثانية من هؤلاء اللاعبين، الكلام ده خطأ. ليه؟ انا هذه القاعدة انا برضه بهتم بيها بأيدها وبصرف عليها حاجات كتيرة جدا، بصرف عليها بنا تحتية، بصرف عليها ملاعب، بصرف عليها مدربين مؤهلين. فأنا بعتقد انه هذا الأمر طبعا يعني خطأ انه يقلل الأعداد بهذه الصورة المفاجئة، ويعني انا متاكد انه ده يعني هيخلق نوع من البلبله في الوقت الحاضر. كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. سمعنا الراي والراي الاخر في قضيه القيد. نروح لفاصل، وبعد الفاصل اخر استعدادات فريق 2005 و2006 للموسم الجديد. اهلا بحضراتكم من جديد. اخر استعدادات فرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي فريق 2005 و2006 في معسكر مغلق في مدينة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد. الأسبوع اللي فات كان موجود فريق 2001 وفريق 2003، الأسبوع ده موجود 2005 و2006. شغل كبير داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي للموسم الجديد بعد ضم أو دمج الفرق. 2005 بيقوده كابتن شريف عبد الفضيل، بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق خلال الفترة الجاية، مدرب صاعد واعد
ان شاء الله يكون مكسب كبير للنادي الاهلي. كانت كاميرا الاشبال موجوده في معسكر الاسماعيليه، وكان معانا لقاءات مع كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني وبعض لاعبي الفريق. طبعا بنشكر الاداره النادي الاهلي ان هي سمحت لنا ان احنا نقيم معسكر. يمكن النادي الاهلي دايما هو اللي بينفرد بالاجواء دي، دايما قطاع الناشئين دايما بيبدا معسكرات المراحل السنيه كلها عامله المعسكر. يمكن كان قبلنا 2003 و2001 موجودين، 99 هيطلعوا المعسكر بتاعهم، واحنا 2005 و2006 مع بعض. دي طبعا تحسب لمجلس الاداره الاهتمام قد ايه بالجيل اللي طالع والتجهيز والدعم للفريق الاول. كل ده بيصب في مصلحه الفريق الاول في النهايه. دايما في النشء بيبقى عنده العناصر الاوليه بتاعته بالنسبه له، اللي هو ازاي بعد النشء صح، بعيشه في اجواء اللعيب المحترف من دلوقتي، ازاي يبقى عنده مسؤوليه، ازاي يبقى لعيب محترف، ازاي ايه انواع الاكل اللي بياكلها صح، ايه الغذاء اللي بياكله عشان يقدر يبقى لعيب محترف بعد كده. بنعد اللعيب على اعلى مستوى. معانا مستر مايكل الخبير التشيكي موجود معانا بيشرف علينا. الاولاد بياخدوا محاضرات من الساعه 12:30، محاضره فيديو كامله لتطور كرة القدم، ايه طرق اللعب، ازاي يخلق مساحات، ازاي يتعلم كرة قدم حقيقية صح، ازاي الناس اللي بره الفرق الأوروبية وصلت لأعلى مستوى قد ايه في الكورة، ايه أنواع التطور في كرة القدم. كل ده الولاد المستر مايكل بيشرحه لنا في الفيديوهات مع الولاد، مع الفرقتين بنتجمع في قاعة كبيرة جدا، الولاد لابسين الكمامات بتاعتهم، الوقاية تمام، بيتفرجوا على المحاضره من الساعه 12:30 محاضره، والساعه 8:30 بالليل محاضره ثانيه مع مستر مايكل الخبير التشيكي. كل ده اعتقد ان هو يعني كان الحمد لله النادي الاهلي دايما سباق في الامور ديت، ازاي بيهتم بقاعده الناشئين اللي بتدعم الفريق الاول بشكل كويس. والحمد لله يمكن المعسكر لحد دلوقتي ناجح، يمكن الحمد لله اول مباراه دي عملناها امبارح والحمد لله كسبنا 2-0، اعداد كويس للفرقه وعندنا كمان ماتشين ان شاء الله نختتم الاسبوع ده بشكل كويس ونعد الموسم الجديد باذن الله. طبعا يمكن الاستعدادات بتاعنا يمكن احنا تاخرنا شويه، لان المفروض كنا نبدا بدري عن كده طبعا بسبب الكورونا، هو ده اللي اخرنا شويه. يمكن الاتحاد الكوره بيجتهد ان هو ينظم المسابقات في مواعيدها لحد ما، طبعا الجائحه الثانيه بتاعت الكورونا هي اللي جت فعطلت الدنيا شويه. الحمد لله بقى لنا حوالي شهرين عاملين اعدادنا، كل الفرق اللي في النادي، كل الفرق اللي في القطاع اشتغلت من بدري جدا وبنختمها بالمعسكر دوت. انا شايف ان شاء الله نعمل موسم مختلف، موسم جديد، تكمله للكابتن فتحي مبروك والجهاز السابق اللي كان موجود كله في قطاع الناشئين. ده البرنامج اللي هم كانوا سايبينه وقالوا ده عوامل للتطور. كان الحمد لله احنا كلنا في النادي الاهلي متعودين ان احنا بنكمل بعض عشان نوصل لاعلى مستوى يليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. فتره كويسه لينا والمعسكر بالذات يعني فادنا كتير في التمارين، واللعيبه قربت من بعض والتمارين بقت احسن شويه في المعسكر، ان في وقت اكبر وكده، في استفادات كتير مش استفاده واحده، يعني التمارين بقت احسن وقربنا من بعض، وكابتن شريف كمان يعني ما قربنا من بعض جدا وهو بيتكلم معانا كتير في الكوره وازاي هنبدا الموسم كمان. هو المعسكر كويس ودي حاجه برضو افاده لينا المعسكر، اللي احنا قربنا من بعض جدا وكل اللعيبه اتربطت مع بعض برضو في الملعب وكده. كابتن شريف برضو ما بيسيبناش غير لما يكلمنا كل واحنا نازلين في حته ونازلين بانتظام وكده. والله هو معسكر جميل جدا وافاده لينا طبعا للفرقه، وكويس ان هو قربنا من بعض كلعيبه، ومش افاده كتدريبات بس، كافاده كتدريبات ومحاضرات والتزام ومواعيد وكده يعني. وبسم الله كابتن شريف برضو يعني شادد علينا بحيث معسكر، وفي 3 ماتشات في الاسبوع. شايف الجديد ان اللعيبه مقربه من بعض اكتر، في روح في التدريب شويه يعني، في حاجه حلوه يعني، اللعيبه بتتاهل كويس، في دفع ان احنا نتاهل لبدايه موسم قوي ان شاء الله يعني. لا معسكر كويس جدا، مش كوره بس، ده محاضرات كمان، وكابتن شريف مقدم معانا 100% عشان نبدا بقى موسم جديد الحمد لله. شيء جيد طبعا المعسكرات في السن الصغير ده لما اللعيب كمان يعيش الاجواء دي،
ان شاء الله لما ربنا يكرمهم يطلعوا فريق اول يبقى عاش الاجواء التغذيه السليمه، النوم الصحي في المعسكر، التدريبات، شغل الجيم، فده كله شيء جيد ان اللاعب يعيش الاجواء دي، وده شيء جيد صراحه من النادي الاهلي السنه دي في ميزانيه كبيره لقطاع الناشئين عشان خلال السنين القادمه ان شاء الله يتم الاعتماد على اعداد كبيره ان شاء الله من ولادنا داخل قطاع الناشئين. وزي ما احنا شايفين معسكر نموذجي في مدينه الاسماعيليه، نتمنى ان شاء الله يعني يجي باستفاده كبيره على ولادنا في خلال المباريات القادمه. ايضا هنروح نشوف استعدادات 2006، لكن قبل ما اروح ل 2006 عايز اقول لحضراتكم، واحنا هنا في برنامج الاشبال دايما بنقول اسماء اسماء علشان بعد كام سنه ان شاء الله تتذكروا ان الناس دي طلعت او احنا قلنا عليها واتكلمنا عليها في برنامج الاشبال. في فريق 2005 طبعا مليء بالعناصر المميزه، لكن افتكروا معايا الاسماء دي: يوسف عفيفي بيلعب تحت المهاجم، لاعب مميز جدا. عبد الله البستنجي مدافع بيلعب مساك، ايضا من اللاعبين المميزين. سيف ايمن تحت المهاجم، جناح ايمن ولاعب سريع ويمتلك المهاره وكمان حاسه التهديف. سيف الطيب مهاجم، ويوسف جمال باك رايت. افتكروا معايا الاسماء دي، عايز افكركم بالاسماء دي عشان دي هتفضل معانا ان شاء الله. يوسف عفيفي، عبد الله بستنجي، سيف ايمن، سيف الطيب، ويوسف جمال، ان شاء الله لعيبه صاعده واعده انتظروها ان شاء الله في السنين القادمه في الفريق الاول بالنادي الاهلي. زي ما احنا شفنا 2005 ايضا نروح نشوف 2006 والكابتن سيد غريب والاستعداد ايضا من معسكر الاسماعيليه للموسم الجديد، وعملنا لقاءات مع بعض لاعبي النادي الاهلي، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الدكتور عطيه السيد استاذ كره القدم في جامعه حلوان وايضا رئيس قطاع الناشئين بنادي مصر، ولكن بعد الفاصل. ما شاء الله يعني المعسكر جميل، احنا بقالنا 3 ايام هنا، اشتغلنا صبح وبعد الظهر 3 فترات، شغالين كويس مع الاولاد، شغالين تخصصي كتير قوي، شغالين بنعمل محاضرات على الشغل بتاعنا اللي احنا بننفذه في الملعب، في بنحلل اداء اللعيبه بتصوير الفيديو وكده، وشغالين كويس. والمعسكر صراحه حاجه جميله جدا. احنا جينا الاولاد ما كانوش مصدقين المكان اللي هم قاعدين فيه، المكان كويس قوي، الاهتمام بيهم كان الفترة اللي فاتت ما يعني كان الاهتمام كان قليل شوية، الحمد لله شغالين الاهتمام كويس قوي بيهم، كابتن خالد بيهم وبيتصل بيهم كل يوم بيطمن عليهم، شغالين في المعسكر ان احنا نعمل حاجة كويسة للموسم الجديد بإذن الله. احنا شغالين كويس قوي، معانا مجموعة لعيبة كويسة الحمد لله لقيناها بعناية كويسة بالجهاز بلجنة فنية، مش انا لوحدي، مستر مايكل ومعانا 5 مدربين بتوع القطاع شغالين في اللجنه ديت، الحمد لله يعني اخترنا احسن لعيبه في مصر الفتره اللي فاتت. والله الحمد لله احنا مجهزين المعسكر ده من فتره كبيره، احنا بنحاول على قد ما نقدر يعني نبين لنفسنا ان احنا الحمد لله شغالين الحمد لله، مش قدام حد، لا احنا نبين مع نفسنا، مش عايزين حد يدخل في وسطينا، احنا الحمد لله شغالين على تجهيز المعسكر ده بقالنا حوالي 2-3 اسابيع، احنا بدأنا فترة اعداد من 11-8 لغاية دلوقتي، يعني احنا في حدود 70 يوم او 75 يوم شغالين الحمد لله. كابتن سيد الحمد لله شغال، كابتن احمد كابتن سيد كمدير فني، كابتن احمد صديق مدرب، كابتن فتوح مدرب حراس، انا اداري، كابتن محمد طه محمد معد بدني، الدكتور علاء مأمون طبيب. بيتهيألي ما فيش يعني الحمد لله اي عقبه قدامنا الحمد لله. والله هو المعسكر يعني معسكر يعني زي الفل، كابتن سيد طبعا كابتن احمد صديق عاملين شغل روعه، ويعني الماتش الحمد لله التوفيق من عند ربنا، ويعني احنا عملنا اللي علينا، وكابتن سيد بعد الماتش الحمد لله شكرنا وقال لنا ان احنا لعبنا كويس، يعني اللعيبه بتاخد على بعض اكتر، وطبعا يعني بيفرق اليوم كامل عن تمرينه واحده اللي بيبقى كله قاعد مع بعضه وكله يعني بنبقى يعني كله بيبقى فرقه واحده، ما فيش حد واحد بيبقى مثلا قاعد ولا حاجه،
وطبعا يعني بيبقى في نظام غذائي والدكاتره والكباتن بيبقوا مهتمين بينا اكتر. طبعا المعسكر دي حاجه كويسه عشان اللي ناقصه حاجه برضو يزودها، وعشان الناس اللي لسه داخله جديده في الفرقه يدخلوا في الفرقه اسرع. وبس الحمد لله المعسكر كويس واحنا شغالين كويس الحمد لله. الفرق بس اللي احنا هنا بنتمرن كذا تمرينه في اليوم وليها نظام غذائي معين، انما في القاهره بقى التمرين برضو كل يوم بس الصبح، وكل هنا بقى بنتمرن كذا تمرينه في اليوم، انما هناك بنتمرن تمرين واحد. طبعا الحمد لله هو امبارح ادينا محاضره ونفعتنا النهارده الحمد لله واشتغلنا عليها. معسكر كابتن سيد وكابتن احمد صديق عملوا على قد ما يقدروا انه يظبطوا لنا المعسكر ده، والفندق جميل وكل حاجه ماشيه تمام والتمرينات هايله، ومجهزيننا عشان لما نرجع القاهره نرجع للدوري نكون مقطعين الدنيا. ماتش النهارده الحمد لله لعبنا كويس جدا، لعبنا فريق اكبر مننا واجسام اكبر، بس عرفنا نلعب عشان كابتن سيد وكابتن احمد مدربينا على الكلام ده، والحمد لله كسبنا والكابتن سيد مبسوط والمعسكر ماشي كله تمام. المعسكر هنا احنا بنتدرب مرتين في اليوم، مره الصبح مره بالليل، ساعات بيكون مره الصبح مره ماتش، في محاضرات كتيره كره، احنا بندرب مره كل يوم 5 مرات ولا ساعات 6 مرات في الاسبوع. وهنا معسكر احنا لما نخلص التمرين نرجع على البيت كل حد على بيته، احنا هنا بنطلع الاوض نتعرف على بعض اكتر، اللي عنده اخطاء التاني يتكلم معاه ويعرفوا بعض ويحبوا بعض اكتر. في الملعب نكون الروح بتاعنا احسن في الملعب من في العادي، احنا هنا كلنا نحب بعض نتعرف على بعض احسن، فعارفين نلعب مع بعض كويس. المعسكر حاجه تشرف يعني، والملاعب كويسه جدا، واحنا عملنا اللي علينا في الملعب ونفذنا اللي حصل واللي اتقال لنا في المحاضرات، وكله يعني مشي زي ما اتقال لنا يعني. طبعا هنا احنا فرقه واحده كاننا اسره، كلنا في بيت واحد، كلنا بنشوف بعض، كل يمكن ما بنشوفش بعض غير 5 ساعات يعني، في 5 ساعات بس مش بنشوف فيها بعض يعني واحنا نايمين، وبنعيش كل لحظة مع بعض وكده يعني، وفي تركيز من المدربين والدكاترة وكله. اهلا بحضراتكم من جديد، معايا النهارده واحد يعني من الاراء المهمه جدا، دكتور عطيه السيد استاذ كره القدم في جامعه حلوان، دايما اراؤه يعني مهمه ودايما بستشيره في الامور الفنيه والامور الخاصه في كره القدم، وكمان ايضا محاضر يعني في الاتحاد الافريقي، كنا دايما بنتعلم على ايده، وهو النهارده مشرفني ومنورني. هنناقشوا في قضية مهمة، قضية القيد. في البداية تحياتي لك يا دكتور عطية. أهلا بيك كابتن أسامة، وشكرا لقناة النادي الأهلي على الدعوة الكريمة، ودايما حضرتك بتلمس الموضوعات الشائكة والمهمة وبتلقي الضوء دايما كإعلامي مستنير، وده عهدنا دايما بقناة النادي الأهلي لتلقي الضوء دايما على الحاجات اللي هي بتبقى مسار اهتمام الناس. الدكتور عطية السيد رئيس قطاع الناشئين في نادي مصر. مظبوط كده؟ ده مظبوط. طيب ندخل في الموضوع على طول. على طول. بدون مقدمات. حضرتك كنت موجود معانا وسمعت الاراء المختلفه، واحنا هنا اعتدنا دايما نجيب الراي والراي الاخر. طبعا. راي حضرتك في موضوع القيد بالنسبه للموسم الجديد. اولا هو موضوع شائك، هتناوله من كذا شكل. اولا لو انت جيت بصيت على موضوع القيد من الناحيه العالميه، المفروض ان القيد في الناشئين عامل زي الهرم بالظبط. كل ما بتنزل لتحت كل ما القاعده بتتسع. تمام. وكل ما بتعلى لفوق كل ما السن بيكبر كل ما القاعده بتضيق. طيب مزبوط. ده العالم كله ليه؟ لان معيار الصلاحيه بيكون بان كل ما بتنزل لتحت القاعده بتوسع جدا، لان مراحل التعلم لازم يكون في صبر على التغيرات والفئات السنيه وما يصاحبها من تغيرات، فبالتالي محتاج يكون صبر، محتاج توسع القاعده شويه، محتاج ما تحطش الاولاد تحت ضغوط لان في فتره تعليميه، بعد كده بيخش فتره مسابقات، فكل دي بتحتم عليك انك يكون عندك قاعده كبيره. وبالتالي كان من المفترض ان تستمر عمليه توسيع القاعده الى اكبر مدى ممكن. طيب النقطه اللي انا عندي تحفظ عليها النهارده، القرار ده اذا كان بيتاخد تحت دعوه ان عشان الانديه ما تحتكرش، احنا بقالنا 100 سنه شغالين بهذا الشكل. انت جيت في السنه اللي كان المفروض ما تاخدش فيها القرار دوت لاعتبارات كتيره جدا، اعتبارات صحيه. انت عندنا فيروس كورونا كوفيد 19، بقالنا اكتر من 7 شهور قاعدين في البيت،
النهارده لما تيجي بعد 7 شهور والناس ما بتمارسش رياضه وانت قافل الجيم وقافل كل حاجه واخد اجراءات احترازيه كبيره جدا، جاي بتقلل الاعداد، يعني بتزود من المشكله الاساسيه اللي انت كنت بتعاني منها. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت اللعيبه اللي في السن الصغير، احنا شفنا امبارح نادي الرجاء 8 لعيبة أصيبوا بكورونا، شفنا فرجاني ساسي، شفنا الوداد، شفنا فرق كبيرة جدا عندها من الإمكانيات اللوجستية وعندها من الوعي ومن الإمكانيات الاحترافية اللي تقدر تعوض اللعيبة. إزاي في سن صغير هتقدر تسيطر أو تقدر تعوض اللاعبين اللي النهاردة مدارس فتحت وعرضتهم للإصابة بفيروس كورونا والعياذ بالله كبيرة جدا، فأنت كنت محتاج إنك تاخد السنة دي كفترة انتقالية عشان تعدي وتعيد تقييم الأشياء. أنا سمعت الكابتن شط الحقيقة قال كلام متزن جدا لما قال ان حتى لو عايزين نعمل نظام جديد لابد ان يكون في فترة انتقالية. مش هتلاقي فترة انتقالية افضل من الفترة دي او مناسب ليها الفترة ديت نظرا للوباء اللي موجود العالمي اللي الدولة المصرية ملهاش اي يد فيه، ده وباء عالمي على كل الناس. فاعتقد ان لم يجانبهم الصواب خالص اللي خدوا القرار ده من حيث التوقيت، ممكن يكون من حيث المضمون منطقي جدا، ولكن انا كان ليا تحفظ على عمرين بالذات 99 و2001. النهارده في ظل الاجراءات اللي بتحصل وان في انديه كبيره جدا في الفريق الاول بتعتمد ان يبقى عندها، يعني النادي الاهلي ما يقدرش يقفل قائمه 99 النهارده كابتن عمرو انور مقدار الاعمار السنيه خالص ما اقدرش 99 بالذات دي السكن تيم او الفريق اللي تحت الفريق الاول. على الاقل عندي مركزين او ثلاثه او مكانين او ثلاثه لازم اسيبهم من الفريق الاول، لعيب اجنبي صغير تحت السن اقدر اسجله فيه في نص الموسم. فالنهارده انت متاح ليك كام؟ 22 لاعب. 22 لاعب لا قدر الله في اي نادي لو 3 4 لعيبه جالهم كورونا فايروس، حاجه ثانيه النهارده 99 يعني الولد مرشح يلعب فريق اول طبعا. ودلوقتي خلاص بقى في موجود لعيبه كتير بتلعب في الفريق الاول أكيد. فالنهارده انا مأيده في الناشئين بيلعب مع الفريق ده، وده اللي احنا الشيء اللي احنا عايزينه. لكن النهارده ممكن المدير الفني في الشباب يروح قائمة مباراة ما مش مكمل طب فريق. كان بيعتمد عليه كلنا كنا بنعتمد، انا كنت بعتمد السنة اللي فاتت ان عندي 99 25 وعندي 2001 30 لاعب. انت النهارده في 2001 كمان خليتها له 25 فبقت المشكلة انت مش لاقي حتة تاخد منها. لو جيت تاخد من 2003 عشان تلعبه في 2099 انت هتؤثر على مسابقة 2003، وبعدين الفريق حوالي هيبقى 3 سنين او 4 سنين كبير جدا. فاعتقد ان انا بعترض على القرار من حيث التوقيت نظرا للظروف العالمية اللي بتمر بيها كرة قدم في العالم والظروف الصحيه اللي بتمر بيها. الحاجه الثانيه بدون اقطع كلامك يا دكتور عطيه، فالنهارده لو 25 انت بتجبرني ان انا ادخل مسابقه 2000 اللي هي منطقه، والنهارده احمل انا نفسي اعباء طبعا. ماديه كنادي طبعا. ان انا اعمل 99 واعمل 2000. الحاجه الثانيه المهمه يا كابتن اسامه، 90% من الانديه لغت المسابقات الزوجيه نتيجه النهارده ان في تعظيم لمسابقات وتقليل من قيمه مسابقات ثانيه. النهارده بعد المنتخب اللي كان ماسكه كابتن عمرو انور، بمجرد فشل المنتخب في الصعود مع كابتن عمرو انور، طبعا كابتن عمرو انور مدرب محترم مدرب هايل ويعني هو جابوه قبلها ب4 اشهر وقالوا له اعمل منتخب، فما كانش فيه تخطيط لهذا المنتخب. لما المنتخب ده فشل في الصعود اتلغت مسابقه 2000، 90% من الانديه لغت مسابقه 2000 خالص، كل اللعيبه بتاعت 2000 اندمجت في مواليد 99 والباقي تسرب. ادي واحد. النهارده مع تعظيم المسابقات الفرديه بعد 99 2001 2003 2006 جمهوريه، كل المسابقات الزوجيه تم دمجها، فانت النهارده بتوسع القاعده ولا بتقلل القاعده؟ الجزء الثاني، اللعيبه اللي بتمشي بتقول عشان اللعيبه الانديه ما تحتكرش. النهارده انا لسه شايف التقرير بتاع النادي الاهلي مسابقه دور اسمه ايه دوت معسكرات 2005 رعايه كل الكلام ده كان بيتوفر، لو بيتوفر ل 40 لاعب غير لما يتوفر ل 20 لاعب. انت ال 40 لاعب بعد فتره، النادي الاهلي فتره من الفترات كانت اللعيبه بتاعته بتغزو كل انديه مصر. نادي الزمالك كان نفس الحكايه، نادي الاسماعيلي كان نفس الحكايه. ده كله ايه؟ ان القاعدة بتتحط في ظروف ما بتتوفرش لاغلب الانديه. النهارده انت لما تقلل هذه الظروف، النهارده يعني بيقول لك الناشئ اللي بيخرج من الاهلي او من الزمالك او من انبي او من المقاولين، دي انديه خضعت عندها امكانيات لوجستيه طبعا تاني. فالنهارده ده بيبقى اعداد لانديه ثانيه. لما بتقلل دوت حتى على انديه القمه او الانديه اللي عندها قدرات، انت بتفتح مجال لانديه ثانيه بس ما عندهاش القدرات ولا الدعم لهذا الكلام. ده النهارده في وقت من الاوقات احنا بنلغي من غير ما بناخد، من غير ما بنسمع. هل من المنطقي يا كابتن اسامه؟ خدوا راي حضرتك، ما خدوش راي حد. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ان يبقى في ورشه عمل ما بين اتحاد الكره واللجنه الخماسيه وما بين كل رؤساء قطاعات الناشئين في مصر، واعمل اجتماع موسع النهارده واسمع الاراء كلها على ترابيزه ونطلع بنقاط مهمه. كابتن اسامه، الامور الطبيعيه ربنا خلقنا بودنين وبق واحد،
عشان نسمع اكتر ما نتكلم. من المهم جدا ان مجلس اداره الاتحاد واللجنه الفنيه وكل المسؤولين عن اداره كره القدم يسمعوا للناس. ما تاخدش بس اسمع للناس، ربما الناس يطلع منها صوت عاقل او يقول لك على مشاكل انت مش مدركها او مش حاطط ايدك عليها. هل من المنطقي ان تنتهي المسابقات من غير ما يتم دعوه الناس مديرين قطاعات الناشئ؟ عندك امام محمدين وعندك كابتن علاء نبيل وكابتن شطه وكابتن فتحي مبروك وكابتن كل كتير مش عايز اذكر، انا بذكر على سبيل المثال لا الحصر. لما تدعوهم الى مؤتمر او الى ورشه عمل في اتحاد الكوره لمده 3 ايام لمناقشه شكل المسابقات، شكل القيد، ايه المشاكل، اكبر ابرز المشاكل. انت عندك في بعض المحافظات فيها 4 فرق، يعني الوجه بيقعد موسم. كابتن فتحي جميل في محافظه طبعا كارثه. بص هو بيكلم بقى اللعيبه بلعب النهارده قدام 5-6 فرق. طب المسابقه بالنسبه لي في سنه بستعد عشان تخلص في شهر وشهرين. النهارده اللي ما بيلعبش بطوله الجمهوريه ما بيلعبش مسابقات ناشئين. فالنهارده لما انا اجي كنادي مصر بلعب السنه اللي فاتت في بطوله الجمهوريه محقق المركز الرابع في 99 عايز اخدك بقى لنادي مصر. انت حضرتك رئيس قطاع الناشئين السنه اللي فاتت في نادي مصر والسنه دي موجود. السنه اللي فاتت عملت طفره وعملت قطاع الناشئين كبير ونتائج مبهره. السنه دي هنلعب في القسم الثاني بتتعاقب علشان الفريق الاول نزل القسم الثاني. اولا هم طلعوا قرار من حوالي 4-5 شهور. القرار ده كنت انا اعترضت يعني ناديت بيه من حوالي سنتين. كنت بلعب في بطوله القطاعات وخدت المركز الاول على نادي نجوم المستقبل بفارق 14 بونت. فوجئت ان المفروض العب جمهوريه كسبت بطل القطاعات. قال لك لا انت الفريق الاول بتاعك ما صعدش للدوري الممتاز. فاللي هيصعد الممتاز نجوم المستقبل. خلاص فقلت الكابتن صلاح علي، لو كابتن صلاح لو سمحت لا تزر وازره وزر اخرى، الفريق قطاعات الناشئين لا ترتبط بالفريق الاول. قطاعات الناشئين مبهره كويسه مش شرط عشان الفريق الاول بتاعي ما صعدش للدوري الممتاز. لما جينا السنه اللي فاتت صعدنا للدوري الممتاز اوكي، الدوري ما كملش. هل الدوري ما كملش ده ذنبي انا؟ انا اللي لغيت الدوري وانا السنه اللي فاتت مع كامل الاحترام والتقدير كلها كيانات كبيره، انا كسبان الزمالك وكسبان الاهلي وكسبان السموحه وكسبان المصري وكسبان الاتحاد وكسبان الجونه مركز رابع بامكانيات لا تقارن بكل الكيانات والانديه العظيمه اللي احنا بنستفاد وبنتشرف ان احنا نتنافس معاها. قدمنا حوالي 10 لعيبه للفريق الاول، عندنا لسه متعدين مع كابتن ربيع ياسين بفريق 2001 عاملين ماتش وكل الناس اشادت بلا. هل من الطبيعي ان انت توقد مجهود مدربين ووجود رئيس قطاع ومجهود نادي تعب في ان هو يعمل يساعد في ان طفره للكره المصريه انه يقدم مجموعه من الشباب الواعدين، ان بعد ما يلعبوا يلعبوا جمهوريه ان السنه دي تقول لك لا هنعتبر السنه اللي فاتت كانها لم تكن؟ باي منطق هذا الكلام ده؟ انت حتى ما ناقشتنيش كل اللي التواصل اللي حصل ان اتبعت لي جواب بيقول لي شوف حدد الملعب واللون اللي انت هتلعب بيه. هل ده شكل التواصل اللي المفروض يحصل ولا التواصل ان المفروض نقعد بنناقش افكار وانت وبعدين مش عايزين نحط لوائح مصمطه جامده غبيه اللي بيدفع ثمنها ولاد وشباب ومدربين في رعاية شبابهم ومواهب ممكن تتوقف. انا في لعيبه كتير جدا بتقول لك يا كابتن لو هنلعب السنه الجايه جمهوريه مش عايز اكمل. احنا تعبنا عشان نبقى في الجمهوريه، احنا بنتعاقب على ايه؟ الاول يا دكتور عطيه النهارده وانت بتلعب بطوله الجمهوريه وهي البطوله الاقوى وعايز توسع القاعده بطوله الجمهوريه، بدل ما تلعب دوري من مجموعه واحده كان من الاول تلعب دوري من مجموعتين وتوزعها حسب المنطقه الجغرافيه بحيث يبقى اللاعب بيلعب النهارده مباريات قويه وتوسع القاعده وتقلل المسافات وتقلل وتقلل الانفاق اللوجستي اللي انت طبعاً. اللي انت طبعا هي دي النقطه اللي كان فيها. يقول لي اصل احنا في 3 فرق تانيين، طب ما تطلعهم خليهم 22 نادي ويلعب مجموعه 11 ومجموعه 11 وخليهم توزيع جغرافي، خلي الاهلي في مجموعه والزمالك في مجموعه والمصري في مجموعه والاسماعيلي في مجموعه وتوسع القاعده. يعني اللي عايز اقوله لك لو كان في ميتنج وفي اجتماع وفي نقاش وفي حوار وفي لغه حوار مع المسؤولين في الاتحاد الاداره الفنيه او الاتحاد قبل ما يطلعوا القرارات دي، بعدين بيقول لك لا ابعت لي اعتراض. هي القصه في الاعتراض ولا القصه ان في مناخ قادر انه يحتوي ويسمع الناس ويسمع الاخر؟ طب الراي اللي بيقول النهارده القرار ده في مصلحه الانديه بسبب عدم الاحتكار، بص ده اللي بيقول كده كان اول الناس اللي كان لما كان مسؤول ما كانش كان عايز اي 700 800 لاعب. فانا ضد هذا الكلام. انا بتكلم دلوقتي من منطلق ان النهارده انا مش مع انك انت تفتح القائمه قوي. يعني كان في قوائم في البراعم ناس مأيده 90 لاعب، انا ضد هذا الكلام. بس لما تيجي تعملها مش من مفتوحه خالص ل 35 واحد ده صعب جدا، لكن لما تخليها مثلا 40-50 واحد انت بتوسع القاعده وتقول ان الكلام ده هيتم بعد حوالي سنه او اتنين. ادي دايما مرحله انتقاليه عشان الناس تقدر تعمل توائم الامور بالنسبه لها. افتح افتح القاعده بدل ما اقول انت ليك في كل فريق 30 لاعب بس ليك الف وب وجيم. الانديه والمناطق اللي عندها فرقه واحده
يعني هل لك ان تتخيل ان منطقه السويس، انا كنت رئيس قطاع الناشئين ببتروجيت، لما كنت بلعب في منطقه السويس كان المدرب اللي انا بختاره يمسك فرقه المنطقه كان بيحس ان انا بعاقبه غير المدرب اللي بيلعب جمهوريه، لانه لما بيلعب في منطقه السويس بيلعب مع اسمنت السويس، النوبه، نادي جاسكو، خمس ست فرق، الدوري بيخلص في شهر 12 شهر 12 الدوري يخلص، قاعد تخيل انت بتقعد تستعد من شهر 7 لشهر ناشئ مفيش دوافع للفريق الملاعب مصر. طب انت النهارده ما تعمل لكل نادي الف وبه وجيم، ايه المشكله؟ اولا هتفتح مجال وافاق كبيره جدا لمدربين، هتوسع قاعده الممارسه، هتخلي في كل فريق انت عايز منطقه البراعم ومرحله البراعم دي مرحله لعب، طب ما تخليها الف وبه وجيم، ايه المشكله؟ يعني النادي الاهلي كابتن شطر سامو بقول عنده 200 لاعب، ال 200 لاعب ده عارف ايه مصيرهم؟ مصيرهم ان النادي الاهلي انت بتخلق له اجواء انه يتحايل على قانون ويروح ياخد فرقه ثانيه اكس من الانديه الصغيره جدا، يدفع لها 15 20000 جنيه في اسم الفرقه عشان يتحايل، واللعيبه بتبقى بتلعب بالاهلي مثلا باسم منشيه ناصر، باسم مثلا مش عارف ايه نادي المرج، باسم اي، انا بقول اي اسم عشان يشارك تحت غطاء. هل ده الصح ان احنا نفتح طرق ملتويه عشان الناس تلتف حواليها؟ النهارده انا من مصلحه الكره المصريه توسيع القاعده، النادي زي النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي المقاولين ونادي الانديه دي كلها، الانديه اللي في الدوري الممتاز اديها فرصه ان يبقى عندها الف وب وج، الانديه اللي في الدوري الممتاز يبقى عندها الف وب، الانديه اللي في الدرجه الثالثه يبقى عندها فرقه واحده بس او فرقتين لو عنده امكانيات، ده كله يساعد على توزيع القاعده، بدل ما انت تجيبني تيجي مثلا نادي عنده 40 50 لاعب تقول له 30 واحد، ايه اللي هيحصل؟ هيمشي 20، هل الانديه كلها هتقدر تستوعب ال 20؟ هل الامكانيات اللي انا موجوده في النادي الاهلي لما اروح نادي ثاني هل هطلع اقدر اطلع اعمل معسكر؟ هل هيجي لي مدرب مؤهل بهذا الشكل؟ هل اقدر وانا معاك في كلامك يا دكتور عطيه وبضم الصوت لصوتك، ودايما يعني ارائك مهمه جدا، وهنكمل حديثنا في موضوع القيد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. دكتور عطيه عايز اسحبك في موعد القيد، موعد القيد الصيفيه بدايه الموسم هتكون 10 10 ل 4 11 4 11 ل 15 11 دي القائمه الاضافيه، التسجيل في القيد الشتوي هيبقى من 15 2 ل 15 3. هو انا بس انا عندي تحفظ عايز اقوله بسريع كده، ايه الحكمه من الغاء القيد في الاول في الاسبوع الاول من كل شهر بالنسبه لمسابقات الناشئين؟ انا كنت سامع طبعا الاخ الفاضل العزيز الكابتن علاء نبيل، هو طبعا مدرب كبير، بس انا عايز اسال الكابتن علاء نبيل قال ايه المشكله لما لعيب يقعد شهرين؟ مسابقات الناشئين كلها يا كابتن علاء ممكن تتلخص في بعض المناطق يبقوا ثلاث اشهر، لما يقعد منهم شهرين يعني الموسم بالنسبه له خلص، ده رقم واحد. رقم اثنين رمضان 15/4، فاللعيبه اللي هتقعد يعني اللي هيعديها 15 11 شهرين 15 11 حضرتك انا عايز اقول ان في انديه كتيره جدا عندها شيء من البيروقراطيه شويه، ما تقدرش تسلم لاعب ولا تديله بدل انتقال ولا بدل تجزيه ولا ملابس ولا اي حاجه الا لما يكون مسجل، يعني معنى كده ان اللاعب دوت في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنعاني منها هيقعد يجي لك شهرين بيتكبد وبيزود الحمل على مشاكل الاسره المصريه. ايه العبء اللي هيحصل في مسابقات الناشئين وخاصه ان دي حاجه كانت قائمه وما لهاش علاقه خالص بالفريق الاول، انك في الاسبوع الاول عشان ما يحصلش تسرب مهم جدا الناشئين يا كابتن انا اسامه والبراعم دي قضيه امن قومي. لو النظام كان نظام اللوائح اللي بتتعمل نظام اللوائح دي ما عندهاش قدر من الاحتواء هيحصل تسرب بشكل كبير جدا لكل الناشئين دولت. الولاد دولت في سن ما عندهمش من الحكمه وعندهم الاسر بتاعتهم، انت عارف المستوى الاقتصادي عندنا لاغلب الاسر ديت، الا بقى اللي قادر اللي بيروح الاخوه اللي عاملين استثماري اللي هيكون دمار على الكره المصريه. يعني انت شايف حضرتك ان النهارده القيد الاول من الاسبوع من اول كل شهر ده الافضل، ده مناسب جدا لقطاعات الناشئين، لكن في الكبار خلاص يعني انت النهارده صلاحيه اللعيب في السن الكبير، انت النهارده اللعيب في البراعم تقييمه عمليه صعبه جدا من اخطر من يمكن عمليه تقييم اللاعبين في المراعم. اولا ممكن يكون فيها احكام متسرعه في التغيرات اللي بتحصل في الفئات العمريه والتغيرات الفسيولوجيه والجسمانيه اللي بتحصل في اللاعب، فممكن اللاعب السنه دي يديك مستوى، السنه الجايه يديك مستوى، الشهر الاولاني يديك مستوى، عبال ما يتوائم مع الفريق ويخش ويندمج يديك مستوى تاني، ممكن خلاص تقتنع بيه بس يبقى قدامك شهرين، فيجي المدرب يقول لك خلاص بقى ده فاضل ماتشين في الدوري هايده على ايه؟ يبقى راحت سنه من على. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن موضوع القيد وعن اللاعبين، دايما بنغفل جانب مهم جدا هو تطوير المدربين. ازاي نكون الاتحاد المصري او المدربين تحت مظله الاتحاد المصري لكره القدم، ازاي نستغل تطوير المدربين؟ النهارده تطوير المدرب من تطوير اللاعب. اكيد بس فقد الشيء النهارده لاعب المستقبل، المدرب المبدع يساوي لاعب المستقبل. طبعا
كل ما قدرت تطور المدرب كل ما كان ده انعكاس على تطور اللاعب. النهارده في مفهوم بس خاطئ عايز اصححه عند بعض المدربين، المدربين اللي متخيله ان في جهه معنيه بتطويرهم يبقى ده مفهوم خاطئ. مفيش حد معني انه يطورك، انت اللي معني تطور نفسك، ده رقم واحد. فعمليه التطوير هي عمليه فرديه في المقام الاول. طيب نخلي ايه بقى؟ نخلي يبقى عندنا في توجه من الاتحاد يقوم بدوره، ما يبقاش الدور فقط قائم على منح الرخص اللي هي الاي وبي وسي. تمام. لازم يكون في ندوات وفي ورش عمل، يعني النهارده ان انت تستدعي خبراء من بره يدوك احدث ما تم التطوير اليه. وده ما ينفعش يكون بشكل اجباري في رخصه وتحط معوقات كبيره جدا ان يبقى مثلا في فترات من الزمن. انت النهارده اي حد عايز يتطور المفروض يكون في نظام داعم لهذا التطوير. عشان كده هنا من الاشبال يعني بنخاطب الدكتور محمود سعد واتحاد الكوره ان دايما يبقى في ورش عمل كل شهرين او كل ثلاثه للمدربين. النهارده اجتمع بالمدربين برؤساء قطاعات الناشئين علشان نقدر نطور المنظومه دي، زي ما بنقول تطوير الناشئ من تطوير المدرب، والمدرب هو الاساس، وزي ما الكابتن دكتور عطيه بيقول فاقد الشيء لا يعطيه. الحقيقه بس هم بيعملوا يعني عايزين اقول لك، بس الموضوع محتاج يبقى اكتر للنظام احنا عندنا اكتر من 50,000 مدرب. فانت النهارده النظام ده لازم يحتوي كل الفئات ديت ويساعد ان العمليه تبقى فيها شيء من التطور يواجه التطورات اللي بتحصل بره. احنا عندنا التكنولوجيا اللي بتستخدم دلوقتي في التدريب، النظام مثلا الكاتابولت سيستم والبولار سيستم، الانظمه الجديده في الاعداد البدني، الانظمه الجديده في التغذيه، الانظمه الجديده في التدريب، كل ده لازم المدرب يبقى مطلع عليه. ما ينفعش يبقى كل الوحدات او الدورات المناهج اللي فيها متشابهه، احنا محتاجين نستدعي خبراء من بره ونعمل ورش عمل على اعلى مستوى للمدربين. كره القدم لن ينصلح حالها الا بتطور المدرب رقم مزبوط. واحد، تطوير المسابقات رقم اثنين، الاهتمام بقطاعات الناشئين. الانديه اللي باصه فوق على القطاعات الفرق الاول لو ما بصتش على القطاع هتلغي المستقبل. هو ده المخزن بتاعك، الدعم الاساسي الكره للناشئين، الكره للقادم من النهارده. لما تقعد تبص على المنتخب اللي موجود مع الكابتن ربيع ياسين ده المستقبل، لما تشوف المنتخب اللي مع الكابتن شوقي غريب هو ده المستقبل، ومنتخب 2003 ومنتخب 2005 ومنتخب 2007 لو ما حصلش. احنا الفجوه اللي حصلت لنا من 2010 لغايه الفتره الاخيره ديت بسبب ان كل منتخبات الناشئين كان فيها مجاملات، كل منتخبات الناشئين كان بيتم توازنات في تعيين المدربين، كان بيبقى فيها مجاملات، اللي ليه عضو في اتحاد الكوره كانت عمليات الاختيار ما كانش فيه تخطيط، عشان كده ما حصلش تواصل جيل جيل كابتن حسن شحاته، جيل بتاع عماد متعب ومحمد شوقي حسني عبد الرب والاجيال العظيمه ديت ما حصلش تواصل، فعشان كده حصلت لنا فجوه. ده بسبب ايه؟ بسبب عدم الاهتمام بالناشئين. عايز اخدك برضو لنقطه مهمه جدا برضو من النقط اللي بتطلع المواهب، الملاعب عندنا، هل الملاعب صالحه برضو في مصر؟ مش يعني مش هقول في كل الانديه النهارده لاكتشاف المواهب، ان اللعيب يلعب على ارض مستويه، تحميه من الاصابات، ان احنا بنشوف ممكن ملاعب كتير لعيب لا قدر الله يجيله اصابه في عمر او سن بدري بيبطل كوره. الحقيقه انت حضرتك بتلمس نقاط مهمه جدا. منظومه كره القدم وصناعه كره القدم، مدرب، مجلس اداره، دعم لوجستي. الدعم اللوجستي ده ايه؟ اكل، شرب، ملاعب، ملابس، مسابقات منتظمه، كل دي دور اولياء امور، توعيه لاولياء امور، مسابقات، مسؤولين، نظام يفرز العمليه بشكل صح، في تطوير دائم للمدرب، في تطوير دائم لولي الامر. النهارده في دورات بتتعمل لاولياء الامور في مراحل البراعم. لاولياء الامور كارثه، في كارثه في دور اولياء الامور في مرحله البراعم، غالبا بيبقى دور يعني اكتر بيمثل الدور السلبي اكتر من الدور الايجابي. الا ما نظر الا اولياء الامور اللي بتبقى مستوعبه دورها الحقيقي وانها بتكمل. ولي الامر يا كابتن اسامه بيمرن بطريقه غير مباشره، اذا كان ولي الامر، اذا كان المدرب بيمرن ساعه ونص او ساعتين، فولي الامر بيمرن 22 ساعه، بيمرن نوم وبيمرن اتيتيود سلوكيات، بيمرن تعليم، بيمرن مبادئ، بيمرن قيم، بيمرن سلوكيات. كل دي يعني النهارده مهم التواصل المدرب مع ولي الامر. طبعا التدريب في مرحله البراعم ولي الامر بيمثل او الاسره بتمثل 50% والمدير الفني بيمثل 50%. طبعا المدير الفني بقى معاه الاكل والشرب واللبس والملعب وكل الكلام ده. من ضمن العناصر المؤثره الملعب. النهارده لما انت في مرحله الناشئين في مرحله البراعم انت مراحل تعليميه
يعني برضو ودي من الاشكاليه الكبرى. انا لسه امبارح بتكلم على حته ان لازم نهتم بعنصر بمهاره المراوغه، لان المراوغه اللي ممكن تديك لاعب اضافي، تزود لك لعيب اضافي. فان الناس مجالس الادارات اللي بتقيم مدرب البراعم بالنتيجه، ده هيبقى عواقبه وخيمه على الكره المصريه. لابد ان نشوف المدرب المؤثر اللي قادر على التعليم، اللي قادر على التاثير، اللي قادر على التطوير، اللي قادر على التحسين، هو ده اللي قيمه حتى لو ما خدش البطوله دي. واحد النهارده لازم الملاعب تكون على القدر اللي يتناسب مع الاهداف الموضوعه. انا بس في حته البطوله دي يعني للاسف بشوف لقطات وانا بتفرج على مهرجانات البراعم كارثيه، او لا امور بتعيط وبتشتم مدرب ومدرب يعنف ولد عنده 9 سنين و10 سنين وبيضربه على فرصه ضيعها وبيجيب لعيب مسنن عشان يكسب بطوله. ما هو انا برضو لو انا هديت المدرب دوت وقدرت استوعب ان المدرب ده رب الاسره وهيمشي لو اتغلب، لان لو في مجلس اداره قال له ان في اليه للتقييم غير اليه النتائج في هذه المرحله السنيه، مش هيلجا للعيب المسنن ولا اللعيب المزور، ولا هيكون عنيف بالشكل دوت، ولا هيكون التدريب بالنسبه له عمل ضاغط. تلاقي مدرب عصبي جدا، مكشر جدا في التدريب، بيتعامل بعصبيه لا تتناسب مع تماما في سن، مع سن الولد يستمتع تجربه إيه؟ سعيده. انا الولد عايز يمشي من ده راجع مبسوط، مش راجع معيط ومقهور والولي الامر عمال يعنفه طول السكه وعمال يزعق له. اذا احنا بنخلق موقف ضاغط من اهم نشاط انساني بيحبه اللاعب وبيجيه ويعمله بمحض ارادته. ده مهم جدا. اخيرا دكتور، علشان وقتنا، عايز يعني المس سريعا في قضيه مهمه جدا، التزوير والتسنين. ازاي نقضي على التزوير والتسنين؟ مشكله بقى لها سنين. عشان احنا بنتعامل مع الموضوع وبنحط ده في وجه رئيس القطاع. اولا لازم نفرق بين التسنين والتزوير. التسنين مشكله اجرائيه، التزوير مشكله جنائيه، يعني المزور ده لازم يتسجن. لكن انا النهارده المشكله دي لازم يواجهها اتحاد كره القدم، تواجهها وزاره الداخليه، تواجهها وزاره التعليم، تواجهها وزاره الصحه، يواجهها اولياء الامور، تواجهها المناطق، يواجهها الانديه. لكن لو احنا صدرناها في وش الكابتن امام محمدين او وش الدكتور عطيه او وش الكابتن علاء نبيل او وش الكابتن شطه، يبقى احنا النهارده بنختزل النهارده هو الورق اللي بيجي لك. انا في لعيبه بتجيب لك ورق مظبوط 100% وبقول له لا مش عايزك برضه، لان انا عارف شكل الولد وجسمه وناضج وكل الكلام دوت، لكن معاه ورق سليم. طب احنا لازم نعالج مشكله التسنين. دي مشكله كارثيه، لان كمشكله اداريه دي اللي هيعالجها لك وزاره الداخليه، السجل المدني، لو عالجها لك وزاره الصحه. النهارده لازم يكون في لجان فنيه في الاتحاد. التسنين. طب التزوير بقى. التزوير دي مشكله جنائيه. يعني عارف انت زورت ايه؟ زورت امضتي. يحط انت ماضي مكاني. دي مشكله جنائيه. ده لازم لما يكون في حاله واثنين يتم التعامل معاهم بمنتهى الشده وبمنتهى القسوه. كل واحد من امن العقاب اساء الادب. لما احنا نتعامل مولك عيل صغير اصله فقير اصله مش عارف ايه، انت بتتكلم في قضيه تزوير، في قضيه اغتيال مواهب اخرى وبتقضى على مواهب اخرى. دكتور عطيه، ممكن نكرر تجربه محمد صلاح وتريزيجيه تاني في قطاعات الناشئين؟ اولا انا عندي تحفظ كبير جدا على تجربه محمد صلاح، ان هي تجربه مخطط اليها، هي تجربه وفقوا نتيجه اجتهادات تريزيجيه ومحمد صلاح، صادفهم بعض الجوانب الايجابيه زي وجود المهندس شريف حبيب. واحد فكر خارج الصندوق، ما بصش على العائد القريب، بص على العائد البعيد. قدر يقنع مجلس الاداره ان مش لازم نطلب مبلغ كبير جدا، فاتاح لي دي. فاذا هنا تصرف فردي من حد بيفكر خارج الصندوق زي المهندس شريف حبيب. الحقيقه تصرف شخصيه محمد صلاح، شخصيه تريزيجيه، شخصيه النني. اذا احنا محتاجين المدربين في البرامج بتاعتهم مهم جدا، وانت بتطور الجوانب الفنيه والجوانب البدنيه والجوانب التكتيكيه لازم تطور الجوانب الشخصيه. لابد ان يكون في حد في النادي مسؤول عن هذا الكلام. هو للاسف مش بيشتغل على الفنيات بس. لا، انا مش بتعامل مع كوبايه، انا مش بتعامل مع حاجه، مع جماد. انا بتعامل مع بني ادم. النهارده عندنا مواهب كبيره جدا في الكره المصريه، وربما كانت تتفوق في المهاره والكفاءه عن نجوم كتيره جدا. لما خدت تجارب الاحتراف رجعت مش بسبب قله الجوده، قله الجوده الفنيه، كانت قله جوده الشخصيه. اما ان افتقاد للغه، اما ما فيش الانضباط، اما ان عايز كل شويه ينزل، اما ما قدرش يتعامل مع الاجواء ومع الميديا الكبيره جدا. وده كله بايه؟ بسبب ان احنا في اعدادنا للاعب، احنا إيريك تن هاك المدير الفني لنادي اياكس لما خسر في الدور قبل النهائي من نادي توتنهام، تاني يوم عمل مؤتمر صحفي قال سنستمر في البناء. احنا فكرتنا في الناشئين ان احنا بنمرن، ودي فكره خاطئه. لابد ان تكون فكره قائمه على البناء مش التدريب، لان انت بتبني اللاعب بدنيا ومهاريا وخططيا ونفسيا وعقليا. لو انت اغفلت جانب من الجوانب ديت، انت بتطلع منتج مشوه.
بتطلع منتج مش وشفنا تجارب كتير والنادي الاهلي عانى ونادي الزمالك عانى وانديه كتيره جدا عانت من كفاءات كبيره جدا لم يتم احتوائها وكانت مصدر لتصدير القلق للنادي ومصدر لاهدار مواهب عشان ما كانش بيتم التقنين التعامل معاها من السن الصغير. شرفتنا والله يا دكتور عطيه. ربنا يخليك يا كابتن اسامه. استمتعت بالحوار معاك والحوار معاك محتاج حلقات كتير. ربنا يخليك وبشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي على الدعوه الكريمه. في النهايه بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني النهارده دكتور عطيه السيد. احنا في حلقتنا النهارده في اول قضايانا استعرضنا الراي والراي الاخر، ولكن دايما دكتور عطيه السيد ليه اراء مهمه بتحتاج حلقات كتير. كده وصلنا نهايه حلقتنا. ان شاء الله مباراه الاهلي في مباراه العوده امام الوداد المغربي هتكون يوم الجمعه يوم 23. كل الدعوات وكل الامنيات ان شاء الله للنادي الأهلي بالتوفيق، وكل لاعب في لعيب النادي الأهلي يتذكر إننا الأهلي.